يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض بلح الشام بدون بيض. قبل ما بلش بالشغل، اذا عجبكم الفيديو حبيتوا تشتركوا اضغطوا على زر الاشتراك، ولا تنسوا كمان تفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. عندي هون الطحين، رح احط عليه معلقه الشاي الصغيره نصها تقريبا ملح، رح احط معلقه كبيره بهالشكل نشا، رح خلطهم. طبعا رح تلاقوا المقادير مكتوبه تحت الفيديو. طنجره على النار حطيت كاستين ونص من المي، رح احط عليهم معلقه واحده من السكر. طبعا احنا رح نحط قطر، بس هذا السكر بيعطيها لون العجينه وقت بدنا نقليها. رح احط نص الكاسه زيت واتركهم لحتى يرجعوا يغلوا، لانه الزيت هلا رح يبرد المي. حركهم هيك شوي صغيره وبتركهم لحتى يغلوا. بس بلش يغلي المي رح احط الطحين وحركهم لحتى تشكل عندي عجينه. فيكم تضيفوا منكهات اللي بتحبوها، اذا بتحبوا تحطوا لها منكهات، او فيكم تحطوا بس للقطر شوي من الماء زهر. بضل عم حركها هيك لحتى الاقيها صارت عجينه واختفى هذا الطحين اللي بيكون عندي هون بعده مبين. خلص هلا انا عندي هيك صارت عجينه، رح روح كمان ادعكها بايدي بس لحتى تبرد شوي. هلا هي سخنه، انا رح احطها شوي هيك لحتى بس اني ادعكها بايدي شوي تحملها، اذا بتتحملها ايدي. انا مجهزه هون هلا رح ارجيكم، مجهزه كيس الحلواني، اي كيس عندكم اذا ما بتكونوا عندي هذا الراس، اذا عندكم اخشن من هذا كمان بيصير، بس انا عندي المتوفر هذا القياس. رح احطهم هلا هون بقلب الكيس بس لحتى شوي اقدر كمان كفي، بس خلص عجنه يعني هيك بحطها بقلب الكيس. شايفين كيف صار قوامه بعد ما عجنتها بايدي، بس بعدها سخنه يعني، هي انا ما تركت، اخذت نص الكميه لحتى احطهم بكيس الحلواني، بعملها بهالشكل صارت ناعمه كثير. رح احطها هيك. وعندكم هلا يعني انتوا لكم الخيار، ممكن تاخذون تحط تعملون دغري على الزيت تحطوا على المقلايه، بس لحتى اضغطها منيح. ايوه هيك بهالشكل هذا، شايفين كيف؟ اما بتاخذوها على المقلايه بتشتغلوا فيها، او بتجيبوا مثل هيك صحن تحطوا عليه نايلون وبتحطوا بس لاجيب سكين هلا لكم كيف رح اشتغل. بتحطوا زيت لحتى ما تلزق، وبتعملوها بالقياس اللي بدكم اياه. فبعملهم اما بقصهم بالمقص او بالسكين او باي شيء، بعملها هيك طويله وبتحكم بالطول اللي بدي اياه. فمثلا هلا هي فيني اعملها مثلا انا هذا الطول بهالشكل هذا. وطبعا رح تنقام معنا بكل سهوله لانه نحن حاطين شوي زيت على الكيس بهالشكل، او بتقصوها بمقص المطبخ اذا كان عندكم كمان بيصير. هلا انا رح انتهي منهم كلهم وبنروح نقليهم مع بعض. بمقلاية على النار رح احطهم هلا، حطيت الزيت لحتى يحمي، الزيت بيكون حامي، مو مثل لما عملنا بلح الشام اللي فيه البيض بنحطهم هو بارد، لا هذا بيكون حامي. بس هلا بس حطيتهم انا بخليه وسط، بنوص تحتهم يعني حتى يستووا كمان من قلبهم. شايفين مقاس هالطريقه؟ كثير سهله، وباي لحظه بتقوموا بتعملوها، بسيطه ما بدها مكونات كثير. رح احطهم بالقطر، القطر بيكون بارد، بتركهم دقيقتين يعني او دقيقه حسب ما بدكم انتم، في ناس ما بحبوها تكون فيها قطر كثير، بتركهم حسب المده اللي انتم بدكم اياها لحتى تتشرب القطر. هذا
هاد شكله النهائي للحلو تبعنا لليوم. بدي اقول لكم شغله، فيكم تقلوها مثل ما عملنا بالعوامه، يعني بنقليهم اول قليه وبنقيمهم على جنب. اذا برمضان مثلا حبيتوا بعد الافطار تعملون، بتقوموا بتقلون مباشره بتحطون بالقطر، بتوفروا على حالكم كمان هيك جهد، واذا كان في عندكم شغل كثير رح اقول لكم ارجيكم اياهم كيف بيكونوا. طبعا بيقرشوا هن، سامعين القرشه؟ شايفين كيف بتكون كمان من قلبها؟ أكلة سهلة وخفيفة، بتمنى أنكم تجربوها. إذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.